ما تتوقع حدا من نواب حزب الله انه يعمل اشادات و بروكشتاين بهذا المحل، خاصه بيكون التشيع الشهداء وكذا؟ وخلينا نعترف انه هودي كمان عم يستشهدوا بقنابل وباسلحه امريكيه، يعني من غير المنطق، مش اي لوجي، من غير المنطق نقدر نقول نحن نشيد بروكشتاين. بس هن اول ما اجى، حزب الله بقرارات نفسه اول ما اجى رحبوا بمبادرته، لانه بوقتها كان عم بجرب انه يقدم له أول شيء حل. اول شيء هذا مسؤول امريكاني اليوم بروكشتاين، بكره اذا خسروا الانتخابات الحزب الديمقراطي الزلمه بيروح محل ثاني، وبيجي حدا الحزب الجمهوري ما بيعرف مين بيكون بهذا المحل. اثنين، بهذا المحل ما تتوقع بكره اشادات بهذا المحل. اما بالنسبه للاقتراحات اللي قدمها اوكشتاين قبل 3 ايام هي محل درس ونقاش. هذه في اللي 99% من هذه البنود اللي طرحها بمقابلته لمؤسسه كارنجي ناقشه رئيس المجلس بالزياره الاخيره بموضوع الحدود، ناقشه وبموضوع 1701 وكذا، لبل بيقول كمان بموضوع الجيش، بيقول له انا بدي 10000 عسكري من الجيش اللبناني يكونوا على الحدود، بيقول له رئيسنا ببري لا يكونوا 15، انا ما عندي مشكل بهذا المحل. نعم، ما اعترض عليه رئيس المجلس بكلامه هي موضوع ترسيم الحدود، نحن فيش داعي نرسم الحدود بيننا وبين الاسرائيلي، هناك في عمليه تثبيت ل 12 او 13 نقطه، هذه نقاط لبنانيه. ونحن الافضل لنا لو طرحنا موضوع ال 425، لانه الموضوع ال 425 بيرجع لي اخر حبه تراب من مزارع شبعة، يعني هذا عم بفوت بعض المسؤولين اللي بين بهذا الشيء، انه ال 425 اقوى من ال 1701. هوكشتاين حسب اعتقاد الرئيس بري انه في حال حصل وقف اطلاق النار وتوصلنا الى هذه الهدنه اللي بغزه وانسحبت على جنوب لبنان، في اليوم التالي هوكشتاين بيكون ببيروت وبتل ابيب. باليوم الثاني بيكون بهذا المحل، ساعتها بنحكي بهذا المحل. حزب الله عم بيقول لك انا ليش بدي اعطي رايي بهذا المحل انا وبعدها تحت وطئه النار والصواريخ والحرب. بس ولكن هو بقراره نفسه حزب الله يعرف انه هذا الامر اذا بدنا ننتهي لا عبر الفرنسيين ولا عبر حدا بالعالم، عبر الامريكيين، عبر الاداره الامريكيه، حبيناها او ما حبيناها طبعا. بس انه الفرنسيين كانوا عم بيحضروا الارضيه، حتى هن هيك بيقولوا. بس كمان في شغله، في اغراءات عطاها بموضوع الكهرباء، استئجار الكهرباء، من نجيب الكهرباء من الاردن ونجيب الغاز من مصر. طب ما انتم الاداره الامريكيه بسبب قانون قيصر من ايام السفيره السابقه من سنتين عرقلتوا هيدا الشيء، وقمتوا الايام على حزب الله بس صار بده يجيب محروقات من ايران. ما كمان قانون قيصر مش بس قاتل السوريين، ما قاتلني لإلي انا كلبناني بهيدا المحل. جمله هالامور كلها هيدي لا مشكل لا اعتراض، خديها مني عند الثنائي على هوكشتاين، عند الرئيس بري وعند حزب الله. طبعا بيختلف تعبير من فريق لفريق اوكي، ولكن يعني بفهم منك انه لا اعتراض من الثنائي على كل ما ورد على لسان هوكشتاين في المقابله الاخيره. مش ضروري متمو يعني كلمه اوكي، بس انه العناوين اللي طرحها هوكشتاين. بس نحن اخر شيء بدنا نثبت موضوع الحدود، وما عنده حزب الله بيكون بمقدم المسرورين والمرتاحين اذا في نقطه لبنانيه، لان رجعت لنا فهمت من البيوان بالناقوره لا حتى ميس مزارع الشبع. بس بدي اقول لك شغله، لانه هيدا الكلام قد لا يعجب البعض، هوكشتاين بيقول بالولايات المتحده الامريكيه امام شخصيه لبنانيه انه نحن ما تتوقعوا نحن ما نطبق 17-0 واحد يكون كاملا. يعني شو يكون كاملا؟ يعني بكره هل الاسرائيل بكره، انا بتمنى هذا الشيء، ما عادش تطلع ولا طلعه طيران، رح توقف طلعات الجوية، وكمان بالمقابل ما رح يبتعد حزب الله عن الحدود وترسينته العسكريه تبطل تهدد الاسرائيلي،